السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الجديد من دروس tutuspace.com إن شاء الله في الدرس اللي ما يكونش درس بمعنى الكلمة، ولكن فقط غادي نقدم لكم إن شاء الله واحد مجموعة من المواقع نزولا عند طلب بعض الأصدقاء الموقع اللي راسلونا وطلبوا منا أننا نقدم لهم بعض المواقع اللي ممكن يستفدوا منها، يعني في مسيرتهم التعليمية في مجال الجرافيكس، البرمجة، الحاسوب وما إلى ذلك. إذن الإخوان أنتم كذلك يمكن لكم تراسلونا وتبعثونا الاقتراحات والرغبات والطلبات ديالكم، يعني الأمر سهل، إما التسجيل في المنتدى أو التواصل معنا مباشرة، يعني عن طريق يعني أنكم ترسلونا الطلبات ديالكم على البريد الإلكتروني. إذن الإخوان كما قلت لكم غادي نشاهد 11 مواقع اللي يمكن الإخوان يستفدوا منها ويتعلموا بها، ويمكن يعني ياخذوا منها مجموعة من الأشياء المفيدة جدا. إذن على بركة الله الإخوان باش نبداو غنشاهدوا هذا الموقع باللغة الإنجليزية، وهو موقع tasplus.com. بالنسبة للإخوان باش نرجع نقول لكم واحد النقطة مهمة، أن في هاد 10 مواقع اللي غادي نشاهدوها إن شاء الله غادي يكون هناك مواقع باللغة الإنجليزية، مواقع باللغة الفرنسية، ومواقع باللغة العربية، باش الإخوان اللي كيتمكنوا من اللغة الإنجليزية يمكن يستعملوا المواقع، الإخوان اللي كيتمكنوا من اللغة الفرنسية يستعملوا المواقع، وغنشاهدوا واحد المواقع كذلك باللغة العربية بالنسبة للإخوان كذلك اللي كيبغيو يشاهدوا ويستعملوا مواقع باللغة العربية. إذن الموقع الأول كما قلت لكم هو موقع tasplus.com، موقع جميل جدا وهو موقع عالمي، يعني يحتوي على العديد من الدروس المصورة بالفيديو والدروس المكتوبة. فيه دروس مختلفة في مجال الفوتوشوب، في مجال الويب ديزاين، في مجال الفيكتورز، الافتر افكت. الموقع موقع يعني شامل وكبير وممتع ومفيد جدا، نتمنى الاخوان يستفدوا منه. ونذكر مرة اخرى tasplus.com. الموقع الثاني ان شاء الله هو tutorialized.com، وهو عبارة عن انوير، يعني فيه مجموعة كبيرة من الدروس في مجالات مختلفة، يعني أغلبية الدروس هنا مكتوبة ليست مصورة، ودروس تخص الـ 3D، 2D Graphics، الـ Web Design، Development، المجموعة كبيرة جدا من الدروس اللي ممكن تلقاوها على هذا الموقع tutorialized.com. الموقع الثالث الإخوان اللي كان حبدو كان بغيه كثيرا هو موقع w3schools.com. هذا الموقع الإخوان يمتاز بواحد الشيء جميل، وهو أن الدروس فيه مختصرة ومبسطة بشكل كبير، يعني بالنسبة للإخوان اللي ما باغينش يضيعوا الكثير من الوقت في التعلم، يعني ممكن يستغلوا هذا الموقع w3schools.com. وشيء جميل وانه فيه دروس حول HTML5 والCSS3. الاخوان غنمروا المواقع باللغه الفرنسيه، وغنوريكم واحد الموقع يعني انا كنعتبره من اروع المواقع في مجال تعليم الويب والديفلوبمنت، وهو موقع graphicarts.fr. بالنسبه للاخوان اللي كيتكلموا باللغه الفرنسيه، موقع جميل، دروس ممتازة، جودة عالية، يعني كنصحكم به. ونذكر مرة أخرى graphicarts.fr. الموقع اللي غنشاهده الآن وهو creatic.fr، موقع يشبه كثيرا graphicarts.fr، يعني يحتوي على العديد من الدروس في مجالات مختلفة كجيكويري، ككيك بي اتش بي، كرابي، يعني مجموعة كبيرة من الدروس في مجالات مختلفة. الموقع الاخر بالنسبه للناس اللي كيتكلموا الفرنكوفونيين هو موقع tutorialsvideo.fr، موقع كذلك يحتوي على العديد من الدروس وعلى العديد من الاشياء اللي كنتمنى الاخوان يستفدوا منها ويستعملوها. هناك موقع اخر اختاريته لكم في هذه المجموعه، وهو موقع matranks.com، يعني الاخوان هذا موقع خاص بالجرافيكس، يعني دروس في الفوتوشوب والافتر افكت، والموقع جميل جدا، والجودة ديال الدروس اللي فيه جودة عالية جدا. نتمنى الاخوان يستفدوا من هذا الموقع، لانه اكيد اكيد غادي ينال الاعجاب ديالهم. الموقع الاخر ودائما هنايا
بالنسبة للناس اللي كيبغوا اللغة الإنجليزية الفرنسية هو هو موقع سيت دو زيرو بوان كوم. أنا الإخوان غادي نصادروا حتى يبان السيت. الموقع كذلك هو موقع جميل، وكنظن أن العديد من الإخوان كيعرفوا الموقع، وهو موقع يعني فيه دروس كثيرة وكثيرة جدا وجميلة، يعني يمكن نستفدوا منها ونستغلوها يعني في مسيرتنا التعليمية. الموقع الآخر الإخوان وهو موقع مغربي باللغة العربية، والموقع هو موقع maroctutorial.com، يعني موقع يعني جميل فيه دروس كثيرة والعديد من الدروس. الإخوان هنا المغاربة يعني كيقوموا بعمل جميل جدا، والموقع يعني يمكن الإخوان يستفدوا منه ويستغلوه، وفيه العديد من الأشياء. يعني هنا هناك فوروم، هناك رومز، يعني ممكن رومز للمحادثة مع الإخوان اللي كي 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 اللي كي يستعملوا الموقع. الموقع الأخير اللي غادي نشاهدوه إن شاء الله هو best to learn 110.com، موقع باللغة العربية، والموقع فيه العديد من الأسطوانات باللغة العربية لتعلم مجموعة من الأشياء كالفيديو إديتين، سيت ديفلوبمنت، الويندوز، الإنترنت، الأوفيس. يعني موقع كذلك الإخوان كنصحكم به، وهو باللغة العربية وجميل جدا. إذن الإخوان هنا كنكونوا سالينا لهاد القائمة ديال 10 مواقع اللي يمكن نستفدوا من الإخوان. نتمنى الإخوان تكونوا استفدتوا وتكونوا نطيتوا هاد المواقع إن شاء الله. وغادي الإخوان اللي ما قدوش ينطيوها غادي إن شاء الله نحطوها في لي ليان كاملين في الموضوع ديال التوتوريال. الإخوان نتمنى تكونوا استفدتوا. الإخوان اللي عندهم أي طلبات واقتراحات يمكن يراسلونا ويطالبونا بها على المنتدى، أو يراسلونا مباشرة على contact@katutuspace.com. إذن الإخوان نتلقاكم إن شاء الله في دروس قادمة على موقع tutuspace.com.